حرق قلبي عليهم ان اقدم لهم شيء، ما بيطلع بايدي اقدم لهم شيء. صعب تمشيهم بكرسي بالشوارع، ما يعني ما بيساعدك الشارع ان تمشيهم، يعني صعب. يعني الوضع ما انه يعني ما عم نحسن نوفر لهم شيء ويقدم لهم شيء، مشان هيك بطمع للسفره نكون السفره فيها احسن ان شاء الله واضمن الي ولعائلتي يعني للولدين خاصه.